تحية مصر الألمنيوم وماذا نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول عند منطقة عرض قوية جدا جدا جدا، المنطقة اللي عند مستويات ال 115 لحد مستويات ال 117 ونص، وعندنا وقف خسارة عند مستويات ال 110 ونص، منطقة عمق لو كسرناها أعتقد النظرة بتاعتنا قد تتحول إلى سلبية. لو احنا هنرسم قناة سعرية للسهم أعتقد إن احنا عندنا ترند صاعد وعندنا منطقة مهمة جدا جدا ممكن نجني عندها أربعة هو الحد العلوي للقناة، ولكن حتى الآن السهم بدأ يظهر عليه ملامح ضعف واضحة جدا جدا، ممكن يخش منطقة السيل زون وبعد كده نشوف عمليات جني أرباح وعمليات تصحيح قوية جدا من المستويات دي. علشان كده خلينا نراقب، ومنتهى البساطة لأن كسر مستويات ال 110 ونص قد يعودنا مرة أخرى لحد مستويات ال 100 مرة أخرى أو ممكن أقل، فحذاري من المنطقة دي، منطقة جني ربحة عنيفة. فأعتقد كمان هنلاقي إن الزخم أقل، زخم الشراء بيقل، ولو رحنا على فريم أكبر ناخد صورة أكبر شوية على فريم ال4 ساعات واضح إن في دايفرجنس واضح جدا جدا، وحتى التسلل اللي صعد هو تسلل أقرب لتسلل تصحيح. أعتقد جني الأرباح من المنطقة اللي إحنا فيها هيكون أفضل، كسر مناطق العنق يعني خروج اللي هي مستويات ال 110 و40 قرش، لأن المنطقة دي لو كسرت ربعهم اللي هو خط العنق ده لو كسر ربعهم قد يعيدنا لمستويات ال 80 جنيه، فحذاري من السهم في المناطق دي وبالتوفيق.